ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وطبعا فقرتنا اليوم مختلفة ورجعنا للمطبخ، هو أحلى مكان بالنسبة لي صراحة في الاستديو. طبعا في الصيف نحتاج دائما للمشروبات الباردة واللي تخفف علينا حرارة الشمس والغبار وكل الأشياء هذه اللي أنتم عارفينها، والأهم من كذا تعطينا انتعاش وطاقة وحاجة حلوة نشربها. ومن المشروبات المميزة هي طبعا الموهيتو والكوكتيلات والموكتيلات وإلى آخره. ضيفنا اليوم مثل ما شفتوا مشاهدينا متخصص في عمل الموكتيلات والعصائر المنعشة، وراح يذوقنا نوريم طبعا أفضل المشروبات اللي نستخدمها أو نسويها بالصيف. يا أهلا وسهلا فيك يوسف. حياك الله. يا أهلا وسهلا. احنا مبسوطين كثير أن أنت موجود عندنا اليوم، وراح تساعدنا أنا وريم والمشاهدين أنه نتعلم منك تكنيكس معينة كيف نسوي المشروبات أو مشروبات الصيف. خليني بسألك أول شيء يوسف، طبعا دخولك للمجال وكيف أنت اتخصصت في هالمجال وكيف ليش حبيتها؟ أول شيء أنا أشكركم على الاستضافة الجميلة هذه. دخولي المجال كان شغف المشروبات الباردة، خاصة عندنا في المملكة ما عندنا شيء متخصص أنه نشرب المشروبات على أسسها. كنا متعودين نشرب أي مشروب غازي مع أي سيروب وخلاص، يعني هذا المعتاد علينا، يعني ما في تفاصيل كثير، ما في انجريدينتس، ما في تفاصيل خاصة بالمشروب نفسه ولا في انجريدينتس نستخدمها. أنا بقول نشرب المشروبات هو قال على أسسها، الموضوع فيه معايير. نعم، أنا شايفة فيه أشياء كذا يعني كثير، يعني عشان أسوي مشروب أنا أحتاج والله عدة قديش كترة. لا، في فرق بين معايير مشروب. وأشياء في فرق مشروب عادي وبسيط وفي فرق مشروب احترافي. الفكرة كانت أنه أنا حبيت المجال هذا وما لقيت اللي أنا أحد يعلمني فيه، فاضطرت أني أخذ كورسات، منها كورس عند سكاي جون، هذا من أشهر بارتندرات في العالم. بعدها طلعت منحة لإيطاليا وأخذت كورس مع شركة فابري، الشركة اللي نستخدمها هذه. والله موضوع ما هو سهل يعني. لا، مرة مو سهل. مرة مو سهل. بعدين اضطرت أني أقرأ كتب، قريت حوالي أكثر من 7 كتب خاصة بس بالعلم الميكسولوجي، كيف التحضير وكيف التخمير وكيف الأشياء اللي تنفع مع إيش وإيش بالضبط، إيش المشروبات اللي تركب مع المشروبات الثانية. الله. فبعد ما وصلت المرحلة هذه كان عندي شغف أنه أنا أصور وأشوف الناس، يا جماعة ترى المشروب مو سهل، المشروبات مو خلطة وحط سيرب وتوكل على الله. فكان هذه فكرتي أنه أنا أبدأ المجال، وحبيته صراحة وبدأت أصور فيه واشتغلت فيه. أنك توصل أنك تسوي نكهاتك الخاصة، أكيد أنت وصلت لهذه المرحلة الحمد لله. فيه. نعم. إيش أغرب النكهات اللي ممكن تحطها مع بعض والناس استغربوها؟ في مشروب الزنجبيل في مشروب اسمه موسكو ميول، هذا مشهور زين، بس موسكو ميول ما في اي ابداعات، يعني مجرد ليمون وزنجبيل. بعدها بديت انا افكر انه ليش ما نضيف لاشياء ثانيه، منها اضفت له الخيار واضفت له العسل، وبعدها بديت اجرب على المكونات على الفواكه، في فاكهه الكرز المحمض جدا لذيذه، الله، فاكهه البلاك بيري يمشي مع الزنجبيل، الله، مع انه تحس ان الخلطه شوي غريبه، مظبوط، الكيوي مع الباشن فروت، حلو، في فكهات يعني احس انه ما ممكن ما تركب، لكن بعد ما تجربها تركب معك. مو احنا يعني يقول لك دائما انت خلينا نطبق واحنا نجرب ونحكم. حلو. ونحكم مع المشاهدين، فانا ما ودي ان احنا نقعد نسولف كثير ونضيع الوقت واحنا نقدر نطبق في المطبخ. الحين فيوسف وش راح تسوي لنا، وش مجهز لنا اليوم؟ انا كنت مجهز اشياء اساسيه عشان اللي في البيت يتابعونا يقدروا يسووا، حلو، عشان حتى يستمتعوا بشيء سهل. يلا ايش حتسوي؟ انا كل ما اشوفك ماسك جاي احس ان قمعه عشان نقيس. ريم تحسين انك داخله مختبر. هذا المعيار. شوي معك شيء. هذا المعيار لاني كنت بسوي لكم قهوه فريش من اداه فلير هذه عشان بسوي ميكس للقهوه. طيب. لان انا شفت ما شاء الله ما قشت امس نسبريسو كامل. امس فعلا دائما فعلا اذا تبين شيء بالقهوه بجرب القهوه بارده. بليز اي يعني انا احب العصائر اصلا بشكل عام، يمكن من الناس اللي احب اعمل سموذيز الطبيعيه. حلو. بس الحين مع انه في الصيف تبي شيء خفيف، شيء يعني مو كل شوي رايح داخل طالع بقهوه حاره. حلو. فأكيد متحمسة كثير، فتفضل يوسف إذا تبين نساعدك، ترى أنا وريم ماخذين كورس في رمضان شهر قاعدين في المطبخ. هذا بس أنا ببدأ باللايم. أوكي. باللايم. تبي تقص معي؟ لايم ولا بنزهير؟ في ناس تقول بنزهير، وفي ناس تقول أبو زهير، وفي أبو زهرة، وفي أنا اللي هو نفس اللايم. هو نفس اللايم. أي أوكي. واللايم القطيفي يزعلون إذا ما قلت لهم القطيفي يقولون حساوي لا. طيب تفضل. هذا الليمون عادي أنا بقطعها بس بشيل أطرافها.
دائما اقطعها بالطريقه هذه على اساس تكون نص ونص ونص. فكره النص هذه انه تسوي لها الماده السكويز. تمام؟ طيب تبي تجربي في الشيء؟ يلا اوكي. انا بسوي اثنين، انا بسوي هنا وانت تسوي هنا. ايش احط؟ حط الليمون. استنى، انه هي اوريدي ما في ثلج. هذه لوحدها غير هذه. اه اوكي. هذا البوستن شيكر، فانا هذه كاستين في بعض وانت كاسه واحده. عشان بتعلم اوكي. طيب. هذا بدايه نبدا نحط اللايم. بعدها نبدا شويه نعناع، هذا اسمه البانش اوف مينت. شويه يبدو ما يعني ما تعدى ابو خمسه الى سته زي كذا. ممتاز. اوكي. قلت لي ايش اسم العصير ده؟ هذا بنسوي موهيتو. الموكتيل موهيتو. موهيتو. هذا الموهيتو ستاندر. الموهيتو هو ستاندر اكثر شيء الناس يحبونه بالضبط. بس انه الناس متعوده انه الموهيتو يكون زي ما قلنا انه سيرب وسيفن للاسف. صح. لازم يكون في بيز، القاعده حقته لايم ونعناع وسكر بني او سكر عادي. ممكن تاخذي سكر عادي تحطينه هنا. انا دائما استخدم الاجافي سيروب. الاجافي سيروب هو الصبار. اوكي. هذا عضوي مو شرط، عادي تستخدم سيروب عادي، العسل او السكر او سكر البني عادي. هنا اخذ منه 15 ملي بالمعيار لازم عشان ما يصير موزون السكر زياده عنك. تحطيه ولا تسويه؟ احط برضه نفس الكميه. نفس الى هنا. تمام. يا سلام. طيب حلو. هذا البيز حق اي موهيتو. طيب سوينا البيز حلو على اي موهيتو الان. الان عندك الموهيتو هذا جاهز. زين الموهيتو ايش تسوين بعده؟ تسوين المادلة. المادلة هي أداة الهرس. الهرس. أداة الهرس. معنى أداة. ها. إيش تبغى؟ هذه الأداة. هذه أداة الهرس. نعم. طيب. والهرس ما يكون دق، ما يكون ولا مجرد هرس الليمون بس. عشان تندمج كذا تتداخل النكهات مع بعض. انا برضو اسوي اداة الهرس. ريم انت قاعد تطبقين نفس الشيء اللي قاعد تطبقين. ايوه نفس الشيء. اي بالضبط. المشروب اللي انا سويته الان سويته على نفس البيز بس بخليته بنكهه وبسوي لك نكهه ثانيه. حلو. بس البيز واحد. تمام؟ اوكي. هذا هرسناها. الان هذا الموهيتو. طيب الان اي موهيتو انتهى الموضوع، باقي لك بس تختاري النكهات. اما تستخدم اللي فيه. انا عن نفسي استخدم اي نعم. انا استخدم هنا مركز النكهات البيست. الله. غير السيروبات. انا احب البيتش صراحه، احب الخوخ. جميل جدا. يلا وش داخلي؟ انا حاخذ ذا توت بلاك بيري. بلاك بيري. يلا ملعقه شوي قاعد تلعبين فيها. بس قلبي اقلبه. ايوه خذي ملعقه. انا مبسوطه. يعني لا بس شكله كانه طبيعي كذا، كانه مربى. هو هذا البيست يكون زي مربى ما يكون. وهذه نلقاها عندها موجوده في الاسواق. موجوده 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 اونلاين، تطلبينها عندك للبيت. طيب اوكي. حطيت ملعقتين. لو تبين النكهه شوي احلى حطي ملعقه ثانيه. وصايه شويه. يام. يا سلام. طيب حلو. بعدين خلاص انت بالنسبه لك. خلاص انا احتاج ملعقه ثانيه. طيب احنا خلينا نشهل كذا يا يوسف عشان من كمان نلحق لنا نسوي مشروب ثاني حق القهوه. ايش قلت يا ريم؟ نشهل. ايش يعني؟ يعني نسويها بسرعه تخلص. لا انا قاعده اقول يا ربي هي قالت كلمه انا اعرفها ما اعرفها، قاعد بعدين قلت اسالها. لا صدق ايش يعني؟ شهله شهله يا هو كذا. انا بهي لهجه يعني بسرعه. من جد؟ من الغربيه. والله نتعلم. انا طول عمري عايشه في الغربيه يا ريم، اول مره اسمع. حبيتها حبيتها. ما نقولها هذه كلمه قديمه يعني. كلمه قديمه. ايوه. اوكي. اوكي. وهذا حقي الخوخ. وهذا الخوخ. ناخذ ملعقه. بس ثانية بس. خلي عندنا سوري. منديل. طيب أنا بدي متحمسة أبغى أحط الثلج وأسوي شيك. ما خلاص أنت تحب تسوي شيك. يلا. متحمس على هذه النقطة. أخذ كورس مع يوسف يعني أنا من قد. كورس بالشيك. طيب. ثلج؟ أيوه حط لي ثلج، شوية ثلج. ما شاء الله حلو في يوسف جايب كل العدة. يعني حتى اللي تصنع الثلج هذه اللي تكسره موجوده. سنو ايس. اوكي سكريها. طيب نقفلها كويس. أيوه. عشان نقفلها شوي. شيل الغطاء اللي فوق. اشيل الغطايا اللي فوق عشان الضغط. قفلي زين. اوكي سكري الغطاء اللي فوق. شوف هذه الاساسيه، نشيل الغطايا بالضبط عشان يطلع الهواء الزايد، بعدين نقفلها، بعدين نسوي خلاص ارتحتي. ايوه انا قاعد استنى هذه الفقره ترى من بدايه الحلقه ولا شيء.
انا خايفه تعدمين الابيض اللي انت لابسه يعني توت بعد يا ريم توت يومي خلاص عندك هذا وانا عندي هذا هذه طريقه ثانيه كمان هذا الكاس احترافي تبي تمشي شويه مع الردم لازم تشغلون دي جي يا جماعه ما يحتاج كنسل الدي جي حلو نستمتع واحنا بنسوي العصير الموكتيل والله ما يلام ينسف داخل المجال لانه احسه كذا في حركه وفي سعاده وفي ايجابيه حاولي تفتحيه بدون الغطاء اللي فوق من هنا؟ ما اعتقد بينفتح خربت النظريه خربت؟ خربت؟ لا شكلك ما سكرتيه زين انا كانت النظريه انه اذا سويتي شيء كويس ايوه ما راح يفتح معك بسهوله اوكي لانه الغطاء معناته ما كان سويت شيء كويس ما كان متسكر كويس سكيري نحاولي؟ يلا ممكن يفتح بس بيكون صعب لا مره صعب يس. مره مره صعب هذه الفكره لانه لازم الغطاء يكون محكم فوق هذا ينفذ شوي ويفتح بسهوله يلا حط لي يلا ها تيجي تاخذي الكاس الكوبر النحاسي ولا تاخذي قزاز؟ لا قزاز عشان نشوف الشكل كمان عشان حلو ماشي ما يحتاج نضيف له اي شيء ثاني؟ كذا خلاص كذا خلاص؟ كذا خلاص كذا مميز بعد ابيك تشمي ريحته؟ تشمي ريحه البيز الله لذيذ ريحته لذيذة ريحته بس ريحته لذيذة يعني أبغى أجرب بس أنا متأكدة بتضيف شيء ثاني يا يوسف فطبعا خلينا نطلع مع المشاهدين على السريع فاصل قصير ومن بعده نكمل رجعنا نكمل المقتلات مع جو يوسف كده اللي حسسنا بأجواء كده صيفية جميلة وأنا على بالي إن العصير صار جاهز قاعد أشرب أقول يا يجدني قال لي لسه يومي ترى باقي شيء حط الشيء اللي باقي يلا باقي الثلج والمكون الأساسي المكون الأساسي في ناس تحب الصودا صودا شادة وفي ناس تحب السفن طيب okay. فأنا بس بحط لك ثلج مجروش أوكي أنا صراحة عاجبني طعمه كده تقيل ومرتب و أنا عاجبني شكل الثلج يعني فظيع شوف الألوان مع الأجواء الحارة اللي احنا ودي أطب في الكاس حقك شايفة كيف الألوان؟ ولا. طيب وحتحط لي فوقه أنا بحط لك صودا وبحط صودا لها سمن صودا منعشة أفتحها أوه هذه باقي سمن طب انا اسوي الحركه دي كمان ولا حتى وانا ابغاك تعلمين الله الله اديله خلي الكاس ونعش واو ايش الحركه اياها ولا واحده اللي علمني بس ما في وقت بس انه الحركه حلوه صراحه روعه انا برضه ححط عليه الصودا يس الصراحه شكله يجيب العافيه خلاص كذا خلص انا اللي كده خلاص. اقدر ادوق تقدر تشربين بس خليني اقلبه لك عشان يختلط الصودا والسودا حطيت السفن الصودا حقك حطيت اقلبه اكيد فين التقليبايه بدا يلا نقلب طيب ايش الدرينك الثاني اللي حسويه لانه هو في درينك الان كنت بسويه بالقهوه بس ان شاء الله نلحق على الوقت لين تقلبي انا بسوي حق القهوه يلا معها يلا خليني بس امسح لك يلا عشان ما تخرب ما يصير توت بالخوخ وبال اوكي هي تستمتع واو تسلم يدك شكرا طيب خلينا بذوق وبقول الصدق ابيك تقول الصدق اكيد طيب نبدا يا جماعه الدرينك يعني فعليا ابغى اروح للشاطئ ودوني للبحر بالضبط قعدوني على مسبح الصراحه يعني فريش مو بالحلى اللي يغث السكر يعني بيرفكت صراحه تسلم يدك يوسف يعني روعه روعه احنا حنسوي المشروب الثاني يعني حتى لو خلصت الحلقه احنا مكملين تقريبا
باقي مشروبات كثير بس الوقت طبعا ما يكفي. الا هذا طبعا هذا مشروبي انا، لاني انا متحمسه على القهوه وانا احب هذا لكل شخص القهوه. بس قل لنا على السريع وش هو قهوه اسبريسو مع ايش؟ اسبريسو مع مويه الانديان تونيك ووتر وثلج، ولا قشر برتقال لازم وثلج. فالفكره انه اذا باللحق زوي او لا. عندنا دقيقه ونص، نقدر نخلصها في دقيقه ونص اتوقع؟ ممكن. بعد هذا تحدي. لا مو تحدي، مو اختبار سرعه هذا. خاصه انا قاعد اسوي القهوه تحضير يدوي. احنا للاسف يوسف لازم نختم الحلقه، لكن طبعا الكاميرا راح تكون معانا. هي ثلاثه اشياء زي ما قال لنا يوسف، بشوف اذا حفظتها ولا لا، اللي هو القهوه، قشر برتقال، ومويه التونيك، صح؟ وثلج. هي بسيطه عشان ما عندنا وقت، نحط مويه التونيك حلو، ونحط ثلج، وبعدها دبل شوت اسبريسو، وفي النهايه باخذ قشر برتقال وبنفذ على المشروب. روعه. هذا راح يعطيك قهوه متعادله وفازي منعشه وطعم غريب. يعني مبدع يوسف كالعادة، وإحنا يعني سعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا. شكرا لك وشكرا لتواجدك، وأكيد شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وفي ختام حلقتنا وكالعادة نذكركم بالمشاركة في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاج والظاهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.